اختي راه احنا في 2000 2000 و 21 ادوي 2008 كيف شو ماكو شوف بي احسن فريق عشان خطيرة جدا جدا بطبيعة الحال اليوم عاود ثاني بزاف ديال الفيديوهات تتوحشت هاد السلسلة بزاف اصاحبي اللي حبسناها مدة ودابا رجعنا وفيديوهات ديال الهربة اخوتي فهمتي ومهم الدريات ما كنجبدهمش بزاف حيت الدريات ضروري خصهم يدوزوا انستغرام تيدوزوا عندي انستغرام حيت دابا خصني الجديد فهمتي دابا راني عاد طلقت وكيقول لك واحد المثال وراء عندما تتطلق افعل ما تشاء دوز عندي انستغرام راه شحال هادوم بقيت كنلونسيها دوز انستغرام ديال ري وبنات تابونا وراه غادي نحط ستوريات وكن فهمتي دابا المورال كاين غنولي نحط ستوريات بزاف ونبلبلوها تما راكم تما دوزو ولايك وكومنت ضروري فهمتي كنقرا لي كومونتير كاملين جاهم كلشي كنقراه فهمتي موحش العشرام ديالي بزاف الحاجه اش كديري الحاجه الحاجه الله ينعل الشيطان الحاجه مدخله الحاجه اش كدير الحاج تما او استاذ يعني يا صاحبي حتى كلشي خارج عليه الجنس حتى واحد ما خطاه يا خويا ناري واش بصح انت اللي دابا بصراحه ما عارفاش انا هاد الدوله اللي كتهضر عليها انت شنو هي فين جات دوله ولكن انا ماشي ليزبيان انا مغربيه صح مغربيه اخوتي وهي صراحة تيتيزة فهمتي زواونة ما جاتش نعلق عليها بشي حاجة خايبة ما اختي ليزبيانة راه هي شي بنت فاش كتبغي البنت فهمتي انا دابا شرحتها لك اسطورة انا فهمتي اليوم شنو كاين؟ شنو كاين؟ ها؟ شنو كاين؟ كورة ولا لا ماشي كورة شكاين؟ علاش انا قلت لك بركة واشرك الله يبارك فيك عاشورة اليوم شنو هو اليوم بالضبط؟ اليوم الحد اليوم الحد اليوم ماشي الحد واش تايلا فايق انا وافقت بالعاس اليوم الثلاث فاتح محرم واحد فاتح محرم شنو فاتح محرم ايوه عيد ولا عيد ورا اخونا ضارب الدنيا بركله اقسم بالله على الدري الا هذا السيد هذا راه محظوظ صراحه راس العام ديال المسلمين راس العام راس العام تعرف راس العام ديال المسلمين راس العام كاين السنه الميلاديه وكاين السنه الهجريه ما عرفت تعرف العواشر امتى كيكونوا العواشر كيكون العواشر في العواشر وقت يكونوا بالليل مع السبعه ما كيعرف حتى لعبه ياك اش من عام حنا دابا في سنه هجريه اش من سنه هجريه حنا احنا في احنا في سميتو رفع عام فاز عام الزوع عام اش من عام حنا في الميلادية اختي راه احنا في 2000 2000 و 21 ادوي 2008 2008 انا خويا ما دارش ميزاجور من 2008 هذا باين طرا له شي دماغ اللي خلاه يطفي الدماغ ديالو في طرا له شي بلان اللي خلى الدماغ ديالو يطفى في 2008 ما بغاش يزيد يتقدم ضرب الدنيا بركله هذا قال لي نعطيك 12 مليار ونعيشك اميره زعما واش نقبل نتزوج بيه لازم نفكر قبلت بغيت 24 مليار غياب بنزيما يا طير قالت لك سيدي ما بغاتش 12 مليار شحال بغات نتزوج بيه لازم نفكر ما قبلت بغيت 24 مليار حبيبي يلاه تسول حياتي وين رايحين غير حلا ما كنغرمه درك الصباح بعدين حلا وهذا شكون اللي هنا ابعث لك روج روفل السعوديه في قريب علم علم اخويا اشتري لنا شي رانج روفر راه عزيز علي الرانج روفر انايا كنموت على دابا نحقق هذا الحلم الدراري والبنات الله يتنحقق هذا الحلم عقلوا عليا مزيان ما نضرب رانج روفر راني سبليوني فاش كيفكروني عشراني معاهم اللي كنت مصاحب انا بصر
حاجه ما عسالاش فاش كدوز وكتولي هذيك غير اكس كتولي كتقول فاك ما عمرك كنت مصاحب كتبقى كيبان لك راسك حمار صراحه وا ماشي مشكل كلشي كيتقول بهاني. صباح الخير فين هي ديك اللي قالت لك اذا اغضب حبيبي تبكي السماء وسيري قلق لنا الزمر راح نتشوط ويلي خونا محياح هاديك هاديك والله الا انا اشطب الله زاي زاي خونا مسطي ايوا انت كيقول لك الجلاس بالدار بوحديتك كيدير لك الاكتئاب انت خونا ما مكتئب ما تلعبها فهمتيني انا كنت عايش لافي اخويا كذب عليك اخويا الله يخلي له ميمته راه احسن حاجه في الحياه هي الميمه صراحه انا بعدا شخصيا اي حاجه كتقولي لي ميمتي واخا ما كنسمعش ليها من بعد كنلقاها فري داك الحاجه صراحه الله يطول العمر. الشيطان كيدير كيغيدير الشيطان انه باش يتوالد كيغيدير هذا الاعجاز العلمي راسو بيد محمل قول لا لو الاعجاز العلمي لان ما عندوش الانثى ادم خلق الله هو نزل بوحده قال له انزل انك من الله انزل بوحدك ما عندوش مرته شنو غيدير هضر الشيطان اصاحبي وعلاش قالوا له الشيطان اقسم بالله الا بنادم عارف زيدوا هذه المعلومات لكم الخاصه راه الشيطان حتى هو جاي جاي من واحد النوع اللي متطور كيدير لراسو لراسو مريح انت يا ولدك وراجلك امك حدا وجدك وخالتك وعمتك وكذا والى اخره مريح بالين بك الصالون ناري صالون ندريس خاطر عرفت الفيديو هذا هذاك خونا اللي قايد لك في الفيديو ما راني كنقول شي حاجه واعره كنعطي اللاصق زعما فهمتي امرا نسولك الله يرحمك نحن نساء عندنا عقل ودرنا انجازات في حياتنا وكنقراو احسن منكم وكنخدموا في مناصب احسن منكم ناري صرعه اقسم بالله صرعه كنقراو احسن منكم وكنخدموا في مناصب احسن منكم ورق ليا كيدير اللسان دابا وكنخدموا في مناصب احسن منكم ابا رجع لما جد الحقد ده صاحبي ديما المراه ضد الراجل اما حنا رحنا بحال بحال ديما ضد الراجل كيبغيو يبانوا واحد الطبقه ديال الناس هما راهم ضد الرجال انا عقليه كي دايره زعما النجاح هو خصك تكوني كتحدى الراجل وما كتسمعيلوش هذا هو النجاح اخر ما كاين تحاسب بلاصي صوريه وجار خرجوا لي يقول انا ولي تيبانو اول هاي بينك فلويد نعم الله يحسنك شو حق ربي لهاد خونا الى عايش لافي اقسم بالله انت شحال في عمرو دابا هذا ما باقي جون فهمتي راه المشكله هي فاش كتكون انت شارف وعقلك حتى هو شارف هذيك هي اللي خايبه بنادم خصو يكون حتى عقليته جون بعد خلي شنو غادي لا هاد المش خصهم يديوه للمنتخب ما يمكنش اصاحبي شوف شوف تنقيزه كيدير لها خرج مصطفى انتم بقيتو كتقلبوها و تخرج مصطفى شتو مصطفى كي داير ما كتعرفش وجهه من فمو من نيفا هادشي ما تلقاه في حتى مدينه من غير كازا راه بعد المحيه
بزناس بالطاي طاي بزناس كيف بزناس ها انا تديوني للحبس موالف كيف الليمون وضل حرام طريفة دي 600 طريفة دي 400 وهذا هو البيزنس اصاحبي فهمتي خاصك تكون امريكاني اصاحبي تاكو سنخر ديال الفيديو خوت منك تكون فيديو سوشيال لايك سبسكرايب دوزنا انستغرام ولي كومونت كثروا منهم بزاف راه كنقراهم كاملين كنبغيكم بزاف شوقين في صافي تلقاو في فيديو جديد.